السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما معكم بالعلم متقي على ناطق رسمي العصبة الدار البيضاء سطات، ونحن نتواجد في عملية كنترول عند أحد أبطال جمعية منتدى درب سلطان وأيضا عصبة مدينة الدار البيضاء سطات، البطل إخوان بوسعدة والإجازة الكبير داخل مسابقة مدينة العيون. ونشوفوا البطل ديالنا كيفاش هذا المسابقة وكيفاش كان الإعلان ديالك في هذه المسابقة الأخ ربيع. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته، عواشكم مبروكة، الله يدخل عليكم هاد الشهر ديال رمضان بخير وعلى خير. المسابقة كيف ما كتعرفها الأخ بالعيد، إنها مسابقة حرجة من العيون، العيون وما أدراك ما العيون، كلشي كيتمنى يضرب هذا المطلق، الحمد لله كنا حنا من المحظوظين من برومي، أنا هو أول واحد ديكلاريت في المنتدى ديال الدرب السلطان، وعن العصبة الدار البيضاء غنكون من ربما من الخمس الاوائل، ربما من واحد حتى الخمسه الله اعلم، من الخمس الاوائل في عصبه مدينه الدار البيضاء. الحمد لله هذا الانجاز راه حنا فرحانين به، وكاين هاد ثلاثه الحمامات حتى هما، هاد السنصالي والتفليه والتفليه تما راه داخل. والحمامه الاولى الاخ ربيع هي هذه كما كتشاهدوا معنا في الصوره، هذه هي الحمامه المعلنه عند الابطال ديالنا اخوان بوسعده عن جمعيه منتدى درب السلطان. وبالنسبه للكاشين الاخ ربيع باش نوري المشاهدين الكرام عمليه الكاشي ديال العصبة الدار البيضاء ستارت ضمن هذه المسابقة ديال مدينة العيون. تبارك الله عليك. بالنسبة للأخ ربيع، بالنسبة للحمامة شنبورة كبيرة، الحمامة الأولى سعود الريشات تبارك الله، الله يسخر. هاد الحمامة جيت داك العام من أمريكا ما لقيتش البيغان، لقيت البيغان ديال 2015، خديت عند الأخ أسعد مصطفى البيغان ديال 2015، ولكن هي ديال 2016 هي شنبوره ياك؟ شنبوره. سعود الريشات. تبارك الله، عدا شي انجاز الاخ ربيع؟ هذه كانت كان معي واحد المنطق اخ عبد خواف، هذه نتوما كنت غادي نضرب فيها برومي بشي ثلث ساعه في الجمعيه ديالنا. وعندها انجاز في طنطان، عندها من الاوائل في طنطان، هذه اللي فاتت. مسابقه المنصرمه ياك؟ غتكون هي برومي اسبيجون ان شاء الله. تبارك الله عليك، كنتي حاضر في ديكلوراسيون الاخ ربيع. الاخ عابد والاخ محسن. وكيفاش كان الشعور ديالك وانت كتحلل لنا؟ واش نقول لك بالعيد، بانت لي الحمامه جايه من هنا، انا ما صدقتش. حتى ما قلت لي بيكات فوق الدار، قلت لعابد راه ويلا كنسولني لاعب، قال لي واش راك طوبيه، قلت لي راه غادا معاهم. والحمد لله ما خيبش الله، وانا ضربت البرومي وضيعت لي الوقت اخويا بالعيد، ضيعت لي 11 دقيقه. 11 دقيقه ضيعت. 11 دقيقه. والله الا حتى انه خواف هاد الحمام. نيرفو بزاف. تحطات عندي مع سبعه وجوج دقائق. جوج دقائق ديكلاري حتى سبعه و11 دقيقه، دونك كتكون شي 9 دقائق ضاعت لي. 9 دقائق تقريبا. المهم النتيجه هي اللي كت ديما البرومي، واخا ضيعت لي الوقت انا البرومي. ديما البرومي بجمعيه ديال منتدى درب السلطان، والمراتب الاوائل من عصبه الدار البيضاء، المراتب الجيده داخل عصبه الدار البيضاء. بديت بحمامه شربوره الدرب و 4500 حمامه. داك الشيء اللي كاين. وشحال حمامه ديتي الاخ ربيع؟ ديت 16، عندي 8. عندك دابا 8؟ جاو 8. عندي 4 في البري. هذه الطنطانيه اللي ضربتها في طنطان، سديتي لها فيديو. هي هذه، هذا خوها، خو الطنطانيه. الله يسخر. كما كتشاهدوا معنا في الصوره، هذو الحمامات المعلن عنهم في اليوم الثاني الاخ ربيع. في الصباح. في اليوم الثاني بعد ما ديكلارا بالحمامه الاولى في اليوم الاول. الله يسخر. وهذه الحمامه الرابعه. إذا ممكن الأخ ربيع تقدر تعطينا مني كتحضر هاد السؤال، يعني البيديغري ديال الحمامة. هذا البيديغري هو الجويجة البلجيكية اللي قلت لك. هذاك الكوبل، هاد الطنطانية هي هادي. هادي هي الدوزيام في العيون عندي أنا في السجنة. هذا خوها كاتريام. هو اللي جا كاتريام. والصالي هو اللي جا تروازيام. تروازيام. تبارك الله. كما كتشاهدوا معنا في الصورة، دائما الكاشي ديال عصبة الدار البيضاء ضمن هاد المسابقة. السلالة الكوبل ديال البلجيكي ما عمري فرقته. هاد الصالي نحاسي هرمسكوستر. هي هولندية. والحمامة الأولى الحمامة الأولى با هولندي وما بلجيكية. وما بلجيكية. ما بلجيكية وبا هولندي. با هولندي. اش موسم هما الأخرى بها؟ إنهم والديها. با 2010 وما 2013. 2013 الله يسخر تبارك الله عليك، سلالة جيدة. وهاد السلالة اللي عندك فايت عندها شي إنجازات بالنسبة للزمن الولاد ديالها، بالنسبة للرفاج وداك. شنو عندك؟ الحمد لله في ذاك العام وهذا العام. وهذا العام هذا. ولكن هذا العام أحسن من العام اللي فات. حكا هذا هو ثاني عام عندي أنا، فهمتي؟ يلاه رجعت رجعتي الولاعة. من بعد 14 عام يلاه رجعت. غيبة طويلة عند البطل ديالنا ربيع بوسعدة، كيتمكن باسترجاع اللوبت وباسترجاع بعد الحمام المفقود اللي عندك ياك الأخ ربيع. أيوا خويا بالعيد، وكنت عارف كنت غنمشي لطنطا، كان آخر مطلق.
وبقاو عليا الاصدقاء واخا راه مضايق الوقت والعمل ديالي وداكشي. قلت غنزيد واحد السيمانه على قبل العيون جا الله التيسير. ولكن السلام عليكم ختامو مسك ياك الاخ ربيع، تبارك الله عليك. وتيحضروا معنا هنا بعمليه الكونترول الاخوان الاجنبي، تما اللي غادي يعطونا كلمه بحق ربيع بوسعاده كما تيقول. ختمت مسك من الاوائل داخل عصبه الضرب، هذا ماشي سهله، شي كلمه بحق الاخ اخوان الاجنبي. اولا كنشكرك انت الاخ بالعيد على المجهودات الجباره اللي كتقوم بها من اجل تطوير هذه الهوايه في المغرب، الناطق الرسمي الوحيد لعصبه الضرب بيضاء 16. كنشكروا جميع الموالي من طنجه حتى للمغيره. والاخ الاخ ربيع راه غني عن التعريف وبين على العلو ديال الكعب ديالو في هذا العام هذا في المسافه، واكثر ياخذ مسافه ديال طويل. وتيقول اليوم انا قادم بقوه ان شاء الله. هو ان شاء الله البروتيكسيون عنده من السلاله الرفيعه ان شاء الله، اللي غتقول الكلمه ديالها في الاعوام الجايه ان شاء الله باذن الله. ونتمنوا ليه التوفيق ان شاء الله. تشكرك الاخوان الجنبي وشوف الاخ ديالك حتى هو اللي غادي يعطينا شي كلمه بحق. اولا خويا بالعيد تنشكرك على هذه المجهوده اللي تدير، راه ماشي ساهله باش بنادم يضرب تماره، بنادم شحال من واحد تيسحب هاد المجهودات اللي تدير، راه ساهله هي راه ماشي ساهله. بنادم تيضرب فيها تماره بالاخص حتى بعيد، الخدمه ديالها والتخسيخ والديباسمون والوقت ما كاينش والخدمه وداكشي. تنشكرك بزاف اخويا بالعيد. وثانيا تنهنوا البطل ديالنا ربيع، ربيع راه بطل كبير، هزنا الدرابو بمدون بمدون بروميير بروميير تبارك الله عليك. فهمتي؟ و تنتمناو الحد الموفق للناس اللي باقي ما ديكلاراوش، باقي ما دخلش الحمام يدخل الحمام، وهذا ما كاين اخويا. الله يعزكم، شكرا لكم على الحضور ديالكم معنا عند الابطال ديالنا اخوان بوسعده ضمن عمليه الكونترول الاخ ربيع. بالنسبه للبريباراسيون ديال المسابقه بريباريتي ولا؟ بريباريت الحمام بريباريت الحمام، عطيته حقه كيف تيقولوا، الحمد لله جاب الله التيسير. وكنت حاسس بغيت نتو غدر والله الا كنت حاسس. عندك اليقين بان غادي ديكلاري تاقف واحد الفيديو هادي ولا هادي؟ واحد اخت هادي مازال ما جات هي اللي باقي ما جاتش، وهادشي كامل راه الفضل كيرجع للاخ ديالي انا ما تنقابلش، راه هو اللي تيقابل تيعطي مسكين الماكله وداكشي، واخا راه ما ضيق الوقت هو شويه في الولاعة كيعرف يعطي الماكله ويلاقي ويفرخ الوليدات. انا حتى كنجي من بعد عام كنتريتي وكن جاب الله تيسير. واخا كتبدا في البريباراسيون ديال التريتمون معطله شويه ياك؟ لا انا بحال هذا العام بديت حتى الاخر شهر واحد عاد بديت البريباراسيون ما ترينيت ما والو، والحمد لله جاب الله تيسير. وتنحيي من هذا المنبر طونديم العالمي صحيم دا جنان، واخا سلختهم في العيون ماشي مشكل. روحي يا اصدقاء ولاد الدرب، اصدقاء ولاد الدرب. وكنحيي اسماعيل قمحان، حميد اكراد، شروق زكريا وطارق هما معنا، والاخ ديالو سعيد. وكنحيي جميع ديال الموالي اللي نسيتو يسمح لنا. الاخ عبد حتى هو عبد والله يسمح لنا من عبد والميمون ديالنا والميمون ياك ديما. واخ زمو عز العرب الله يسمح لنا منه، راه واخا برصنا شويه وستريسينا هذاك الشيء اللي كاين. كيف تيقول واحد المات راه هزناه بالنا كيصبر لينا مسكين. داك الشيء اللي كان والاخوان اخوان الاخ وادي الدار شفت الفيديو كيف صار عاد تلقاه كيفاش هو بيدلك على الماء ياكل الحمام يشرب كل شيء. كنشكرو اخو عدي الدار ومن هذا المنبر اخويا بلال، حنا بغينا كازا نلعبو كاملين. هذاك الشيء اللي كاين فهمتيني ولا لا؟ لا داعي للصراعات، لا داعي للصراعات. حنا الموالي نسطو المكتب اللي بيني وبين شي حاجه في الجامعه في اتساع ونبقاو لاعبين حنايا فهمتي ولا. حنا الحمد لله راه كاع اخوت فهمتي، راه ماشي جامعه، راه ماشي جامعه لا ولا، الحمد لله راه اصدقاء بلا ولا كيف تيقولوا فهمتي ولا لا. حنا بغينا كازا تلعبو كاملين باش غتضرب وسط 4500 حمامه، تضرب وسط 10000 حمامه ماشي انا انت ولا هذا اي واحد بغى يسحر لاي واحد. ولكن بغينا كازا تلعب مزيان، وكنتمنى التوفيق من طنجه للقويره، وواحد التحيه لسامي جمالي الديار الامريكيه. الديار الامريكيه وتا هو راه ضرب برومي ديك السيمانه. مبروك عليك اخويا سامي. والاخ ديالو هشام جمالي، وكنحيي الاخ ديالي هو اللي في امريكا معطيه حق ولي مولوع راه صاحبي هو اللي تعطيني لاكام على الله حرام. اول مره نقولها في فيديو لاكام ديال اللعب كاع عطاها لي الاخ ديالي بوسعاده اللي عطاها لي. تحيه ليه هو اللي تقول لي ها شنو كيفاش تريتي، هو اللي كياخذ ليا الدواء هو كل شيء. انا كنعرف الموتيفي ديك الشيء، ولكن لاكام من عنده من لاكام. تشكروه من هذا المنبر هذا مباشره عند الاخ ديالو ربيع بوسعاده والاخ ديالو الثاني. اذا اخوان بوسعاده ابطال عصبه الدار البيضاء وابطال مسابقه مدينه العيون، شي تحيه للاخوان ديالنا كاملين الاخ ربيع بدون استثناء. تحيه للمغاربه من طنجه للقويره، وتحيه للاصدقاء ديالي اللي في ديار المعشر، جواد فلاح صديقي يوسف راه معانا تا هو،
جاني الطويبي خويا يوسف الطويبي حتى هو جمال زهير زهير جمال الدري اللي في هولندا حتى هو وجميع اللي سيناي اخوكم يوسف وصادق فيصل فاضل الصيبل اللي سيناي يسمح لينا وتحيه لجميع المغاربه من طنجه الى الكويره. الاخوه الجنبي غتزيدوا شي اضافه كاين شي معلومات ضيفوها كاين شي شي تهنئه شي حنايا هي الهوايه كتبقى شويه ديال الصبر. هذه هي التسونامي الدار البيضاء هذاك الشيء اللي كاين كما كتشاهدوا معنا في الصوره ديال الحمامه اللي اسمها الاخ ربيع تسونامي جمعيتها منتدى درب سلطان ضمن هذا المسابقه الا وهي مسابقه مدينه العيون وهذا كل ما يتعلق بالابطال ديالنا اخوان مسعده ابطال مسابقه مدينه العيون وابطال عصبه الدار البيضاء في اخر مسابقه المبرمجه ضمن هذا الموسم موسم 2017. الى هنا نستودعكم الله وفي امان اللقاء بكم مره اخرى ومع بطل اخر في امان الله.